أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في مادة الرياضيات الأساسية للحاسب حقيقة بنبدأ المادة بالتطرق للنظام الثنائي اهتمامنا بالنظام الثنائي حقيقة نابع من إحنا حقيقة بنستخدم هذا النظام للتعبير عن المعلومات المختلفة بمعنى ان المعلومات المختلفة التي نعمل على معالجتها باستخدام الحاسوب كلها نعبر عنها باستخدام النظام الثنائي وباستخدام تشكيلات من الاصفار والاحاد وهذا ايضا يسري على اشارات التحكم التي نستخدمها للتحكم في سير العمل الذي يتم داخل الحاسوب وكذلك في ايصال الاعازات المختلفة الخاصه بالحاسوب للاجزاء المختلفة المعنيه وغني عن الإشارة أن نظام زي نظام آسكي American Standard Code for Information Interchange اللي هو النظام الترميز القياسي الأمريكي لتبادل المعلومات حقيقة يعتمد على تشكيلات بالتأكيد هي تشكيلات من الأصفار والأحاد للتعبير عن الرموز المختلفة أو عن الحروف عن علامات الترقيم المختلفة اللي بنتعامل معها في لوحة المفاتيح وبذات القدر أشكال المعلومات والبيانات المختلفة سواء كانت صوت او سواء كانت صور، سواء كانت اشكال، سواء كانت فيديو، سواء كانت وسائط متعدده، كل هذه الاشكال حقيقه نعبر عنها في النهايه في شكل انساق مختلفه من الاصفار والاحاد. حقيقه هذا بنضيفه لانه ايضا القيام بانجاز العمليات الحسابيه والعمليات المنطقيه داخل الحاسوب انما يتم كذلك استنادا على هذا النظام، على تشكيلات ايضا من الاصفار والاحاد. اذا نحن حقيقه بنجد انه فيها اهميه كبيره جدا للتعرف على التفصيلات المختلفه الخاصه بالنظام الثنائي وبذات القدر على الانظمه ذات الصله بالنظام الثنائي زي النظام الثماني والنظام السادس عشري وصلتها بالنظام الاكثر شيوعا واستخداما عندنا في حياتنا اليوميه اللي هو النظام العشري فاذا تمثل البيانات بانواع مختلفة باستخدام الاصفار والاحاد بنمثل اشارات التحكم واشارات التحكم حقيقه هي تعبر عن الوسيله التي يتحكم بها الحاسوب في انجاز المهام المختلفه داخله، وكذلك في تنفيذ العمليات الحسابيه والعمليات المنطقيه، ويمكن العمليات الحسابيه والعمليات المنطقيه هي العمليات اللي بتعبر عن كل المعالجات التي يقوم بها الحاسوب في مهامه المختلفه. النظام الثنائي حقيقه اذا كان النظام العشري يستند على الاساس عشرة فان النظام الثنائي يستند على الأساس 2 وهو يحتمل على الرقمين 0 و1 على سبيل المثال زي ما واضح امامنا القيمه مثلا 11010 هذه القيمه وهي حقيقه القيمه العشريه 26 اذا اردنا ان نعمل على تحويلها من قيمه ثنائيه الى قيمه عشريه بنبدا طوالي من القيمة الموجودة في خانة الأصفار صفر مضروبة في 2 صفر بالتأكيد إذا كان الأساس 2 فالخانة الأولى يجب أن نعمل على ضربها في 2 مرفوعة للقوة صفر، الثانية في 2 مرفوعة للقوة 1 ثم في 2 مرفوعة للقوة 2 3 وهكذا إذا القيمة الأمامنا صفر في 2 أس 0 زائد 1 في 2 أس 2 2 أس 1 زائد 0 في 2 أس 2 زائد 1 في 2 أس 3 زائد 1 في 2 أس 4 بالتأكيد القيم اللي معاملاتها أصفار ما عندها آه بتكون في النهاية قيمتها صفر يبقى عندنا 1 في 2 أس 1 ب 2 وعندنا 1 في 2 أس 3 ب 8 وعندنا 1 في 2 أس 4 ب بي 16 بيبقى عندنا آه 8 زائد 2 زائد 16 اللي هي 26 آه وهي طبعا بالتاكيد هي بتتبع نفس الاسلوب اللي احنا بنتبعه في التعبير عن القيم العشريه اذا كانت القيمه العشريه خانه الاحاد تعبر عن 10 اس 0 خانه العشرات عن 10 اس 1 وخانه المئات 10 اس 2 اند سو اون طيب الجدول اللي امامنا حقيقه يعبر عن قيم للنظام الثنائي في مقابل النظام العشري يمكن اخذنا القيم من 0 لحد 15 وهي واضحه قدامنا بدايه بدايه بالقيمه الثنائيه 0 والقيمه العشريه 0 زيرو, 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 زيرو بتعبر عن الواحد زيرو زيرو ون زيرو عن التو زيرو زيرو ون ون ثري زيرو ون زيرو فور لحد ما نصل ل القيمة 15 آه اللي هي 4 آه ونز بالثنائي وبالتاكيد نستطيع ان طبعا نمتد بهذا الجدول لقيم كثيرة جدا لكن هذه الشريحة هي تعبر عن البدايه بدايه القيم الاولى وبعد ذلك نستطيع ان نبني عليها حتى نعمل على يعني كتابه كل القيم الثنائيه وبالتالي القيم التي تناظر بالقيم العشريه، نحن طبعا في العمليات المختلفه عاده بنحرص على مضاهاه النتائج التي نحصل عليها بالقيم الثنائيه بنظرتها القيم العشريه حتى نستوثق من انه العمليات نحن عملناها بصوره صحيحه وبصوره سليمه. حقيقة إذا عايزين نحول من 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 ده برضه مثال آخر لتحويل من ثنائي لعشري دايرين نحول القيمة 1100101 إلى قيمة عشرية بالتأكيد بنتبع ذات الخطوات 1 في 2 بالنسبة إذا كان الخانة الأولى فيها 1 1 في 2 صفر زائد 0 في 2 اس 1 زائد 1 في 2 اس 2 زائد 0 في 2 اس 3 زائد 0 في 2 اس 4 زائد 1 في 2 اس 5 زائد 1 في 2 اس 6 وبالتالي 1 زائد 0 زائد 4 زائد 0 زائد 0 زائد 32 اللي هي 2 اس 5 زائد 64 اللي هي 2 اس 6 في النهايه بنصل لانه المجموع هذه المكونات 101 ويبقى القيمه العشريه التي تناظر هذه القيمه التي قمنا بتحويلها اللي هي 1100101 هي عباره عن القيمه 101 111. طيب هذا تكليف ممكن نقوم به حتى <متحدث> نعمل على التدريب او التدرب في التحويلات من ثنائيه لعشريه 1 1 و followed by 2 zeros فممكن نعمل على تحويل هذه القيم من قيم ثنائيه الى قيم عشريه طيب اذا عايزين نتحدث عن التحويل من عشري الى ثنائي، التحويل من 10 الى ثنائي فإننا نجري عمليه القسمه زي ما هو واضح امامنا، و حقيقة القيمة اللي احنا عايزين نعمل على تحويلها هي 561 عشري عايزين نحولها لقيمة ثنائية فبنجري عملية القسمة 561 لما نقسمها على 2، 280 الباقي واحد طوال احنا الواحد ده بنخده في زي ما واضح في اعلى الجدول وده يعبر عن القيمة اللي بعدين حتحتل لنا اقصى يمين القيمة الثنائية لان الواحد ده هو فعلا واحد صحيح لما ننتقل بعملية القسمة إذا كان في واحد يلي حيكون في الخانة الثانية اند سون يبقى 280 على 2 140 ليس هناك باقي بنخوض صفر 140 على 2 70 بنخوض صفر 70 على 2 35 ما في باقي صفر 35 على 2 17 في باقي يكون عندنا واحد 17 على 2 8 وبيكون عندنا باقي واحد، 8 على 2 4، الباقي صفر، 4 على 2 2، الباقي صفر، 2 على 2 1، الباقي صفر، 1 على 2 صفر، والباقي واحد، فبنعمل على وضع هذه القيم زي ما هو واضح قدامنا 1 فولود باي 3 زيروز، 1 1 3 زيروز 1 اللي هي دي القيمة الثنائية التي تناظر القيمة العشرية 561. طيب ايضا كذلك عندنا تكليف اخر وبين كل خطوات الاجابه حول القيم العشريه التاليه الى قيم ثنائيه، نحن الان بصدد التعامل مع هذه القيم من اجل التدرب على اجراء التحويلات على حسب النسق اللي نحن تعاملنا معه في المثال السابق اللي قدامنا هنا. طيب حقيقه بالاضافه ل الطريقه اللي يمكن تكلمنا عنها الان بامكاننا ان نستخدم طريقه اخرى حقيقه هي ما يمكن سميناها طريقه جداول المقابله وجداول المقابله بتعمل على ان نعبر عن القيمه العشريه اللي المعطاه نعبر عنها في شكل مجموع قيم هذه القيم هي عباره عن قوة للاثنين او تعبر عن قيم تمثل قوة الاثنين يعني احنا بنشيل القيمه اللي احنا عايزين نحولها لقيمه ثنائيه ونخليها في شكل مجموع قيم هذه القيم تعبر عن قوى الاثنين يعني نحاول ناخذ القيمه دي مثلا اذا ادونا قيمه 150 طوالي نقول والله نحن طوالي حنعبر نبدا نطلع منها 128 لانها 2 اس 7 باقي 22 بنطلع منها 16 اللي هي 2 اس 4 باقي 6 بنطلع منها 4 اللي هي 2 اس 2 باقي 2 اللي هي 2 اس 1 وهكذا وده استنادا على جداول المقابلة ويمكن طبعا زي ما واضح قدامنا في الجدول عندنا القيمة واحد في الخانة الأولى تعبر عن واحد، القيمة واحد في الخانة الثانية تعبر عن اثنين لأنها 2 أس واحد القيمة واحد في الخانة الثالثة تعبر عن أربعة، القيمة واحد في الخانة الرابعة تعبر عن ثمانية لأنه واحد في اثنين أس ثلاثة لحد ما نصل ل 1024 اللي هي دي عبارة عن وجود الواحد هنا بيعني اثنين أس عشرة وهي طبعا دي الخانة الـ 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 الحادية عشر يعني دي الخانة واحد قدام عشر أصفار بيساوي لنا ألف واربعة أو عشرين لأنه بالتأكيد نحن الواحد الموجود في الأول هو عبارة عن اثنين وصفر بنبدأ بأنه نضرب الخانة الموجودة في أول الواحد إذا كان موجود في الخانة الأولى معناه حنضربه في اثنين صفر يعني حنضربه في واحد وبالتالي هو يعبر عن واحد أما في الخانة الثانية بنضربه في اثنين واحد بالتالي هو يعبر عن, يعبر عن اثنين يعبر عن أربعة في الخانة الثالثة عن ثمانية في الرابعة عن 16 في الخامسة عن 32 في الخانه السادسه اللي نحن حنضربها في 2 اس 5 في الخانه السابعه 64 لانه حنضربها في 2 اس 6 انسول لحد ما نصل ل 1024 في الخانه الحادية عشرة اللي هي نحن نضرب في 2 اس 10 اذا بالامكان الاستعانه بجداول المقابله حتى نعمل على انجاز عمليه التحويل اللي تكلمنا عنها عطفا على ما تقدم يمكن اجراء التحويل من القيمه الثنائيه الى القيمه العشريه المكافاه على النحو التالي نحن عندنا القيمه الثنائيه اللي عندنا دي طوال حنقوم ناخذها في جدول المقابله زي ما هو واضح امامنا الخانه الاولى فيها واحد يبقى الواحد بيناظر واحد القيمه الخانتين صفر صفر واحد صفر واحد صفر واحد واحد صفر صفر فطوال نحن يبقى الواحد الموجود في الخانه الاولى يعبر عن واحد الاصفار طبعا ما عندها قيمه الواحد الموجود في الخانه الرابعه يعبر عن ثمانيه في الخانة السادسة يعبر عن 32، في الخانة الثامنة يعبر عن 128، الخانة التاسعة 256، ما علينا أن نجمع هذه القيم التي تقابل الخلايا التي تحمل القيمة واحد، وعندما نجمع هذه القيم سنحصل على القيمة العشرية التي تناظر هذه القيمة الثنائية. إذا نحن الآن استخدمنا جداول المقابلة حتى نعمل على تحويل هذه القيمة الثنائية إلى قيمة إذا القيمة العشرية المكافأة زي ما وضحنا 1 زائد 0 زائد 0 زائد 8 زائد 0 زائد 32 زائد 0 زائد 128 زائد 256 في نهاية بنصل للقيمة اللي هي 425 وبذات الطريقة يمكن تحويل القيمة العشرية 817 إلى القيمة الثنائية المكافأة نحن الآن حولنا من ثنائي إلى 10 بالمثل برضو نحن ممكن نحول من 10 إلى ثنائي زي ما يمكن حيكون واضح في المثال اللي قدامنا هنا عندنا 517 هذه هي القيمه العشريه احنا عايزين نحولها لقيمه ثنائيه اذا سنعبر عنها زي ما هو واضح سنعبر عنها باستخدام مجاميع قيم هذه القيم تعبر عن قوى الاثنين يبقى 817 اقرب قيمه اصغر منها بتعبر عن قوى الاثنين هي عباره عن 512 اللي هي اثنين مرفوعه للقوه 9 زائد 305 طيب 817 بتساوي طيب 500 و12 زائد 305 نفسها نحن ممكن نطلع منها القيمه 256 التي تعبر عن القيمه 2 مرفوعه للقوه 8 زائد 49 يبقى عندنا 817 بيساوي 512 زائد 256 او 50 ال 49 نفسها نحن بنعبر عنها عن 32 اللي هي اقرب قيمه تعبر عن قوه الاثنين زائد 17 يبقى 817 512 256 زائد, زائد 12 ال 17 عباره عن 16 زائد 1 وهكذا بنكون عبرنا عن كل عن القيمه في شكل مجموع قيم هذه القيم كلها تعبر عن قوى الاثنين ابتداء من الواحد اللي هو 2 اس 0 ال 16 اللي هي 2 اس 4 ال 32 2 اس 5 ال 256 اللي هي 2 اس 8 ال 512 اللي هي 2 اس 9 آه... طبعا هنا في علامه تساوي 817 بتساوي طوال بنيجي هنا ننزل هذه القيم نضع احد في الخلايا التي تعبر عن هذه القيمه عندنا واحد من خط واحد في الخانه الاولى ما عندنا اثنين، ما عندنا أربعة، ما عندنا ثمانية، بنخوض واحد في القيمة التي تقابل القيمة 16، بنخوض واحد في القيمة التي تقابل القيمة 32، ما عندنا 64، ما عندنا 128، لكن عندنا 256 يبقى بنخوض واحد في الخانة التي تقابل الخلية 256، وكذلك واحد في الخانة التي تقابل 512، وبالتأكيد ما عندنا 1024 يبقى هذه هي الآحاد التي تعبر عن هذه القيم وبالتالي تصبح القيمة الثنائية التي تناظر هذه القيمة العشرية 817 هي عبارة عن 1100110001 هذه هي القيمة الثنائية وبالتالي قمنا بعملية التحويل باستخدام جداول المقابل حيث تم التعبير عن القيمة 817 في شكل مجموع عدد من القيم تمثل القوة الأساسي 2 ومن ثم اعتمدنا على جدول المقارنة أو المقابلة لوضع القيمة 1 مقابل القيمة التي ظهرت في تمثيل القيمة 817 وضع القيمة صفر مقابل القيم التي لم تظهر طبعا اي قيمه ما ظهرت يعني زي ما ما واضح لنا في المثال السابق مثلا الاثنين لم تظهر بالتالي وضعنا صفر مقابل الخليه اثنين أربعة ما ظهرت ثمانية وهكذا طيب مقابل القيم التي تظهر في التمثيل آنف الذكر أيضا هذا التكليف بين كل خطوات الإجابة استخدم جداول المقابلة لتحويل القيم العشرية التالية إلى قيم ثنائية يمكن أن على جداول المقابلة وانا حقيقه انصح بان تتم عمليه التحويل باستخدام الطريقتين. نستخدم طريقه الجسمه التي وصفناها سابقا ونستخدم كذلك طريقه جداول المقابله للمقارنه بين النتيجتين، طبعا بالتاكيد النتائج يجب ان تكون النتيجه واحده في بغض النظر عن الطريقه المستخدمه لاجراء عمليه التحويل 1023 519 850 1031 ويمكن نلاحظ انه القيمه 1033 وعشرين نحن عندنا القيمة ألف واربعة وعشرين هي اثنين وهي بنعبر عنها دائما بواحد مدبوع بعشرة أصفار إذا كان الأمر كذلك في ألف هي القيمة التي يعني تقلع عنها بواحد إذا طرحنا واحد من من هذه القيمة واحد مدبوع بعشرة أصفار حنحصل على قيمة هي عبارة عن عشرة أحد فيبقى القيمة الثنائية التي تناظر على سبيل المثال القيمة الأولى ألف واربعة الف وثلاثة وعشرين هي عشرة أحد فنستخدم الطريقة السابقة ونصل للنتائج للاستيثار منه فعلا شغلنا صحيح سواء كان بعملية الجسم أو بطريقة جداول المقابلة وايضا ايضا بذات الطريقه عايزين نعمل على تحويل 519 850 الف من قيم معبر عنها بالصوره العشريه الى قيم ثنائيه طيب الاعداد الثنائيه الصحيحه ذات الاشاره، الاجزاء ألف تزيك حية تناولت الاعداد الثنائيه دون اشاره. وفي الجزء القادم نتطرق لتمثيل الاعداد الثنائيه ذات الاشاره حيث يتم حجز الموضع الثنائي الاعلى الموست سيجنيفيت بيت ليقوم بتمثيل الاشاره حسب القاعده التاليه. اذا كان الموضع الاعلى صفر فهو يعبر عن قيمه موجبه، اذا كان هذا الموضع الاعلى اللي هو موجود في اقصى اليسار، اذا كان يعبر يشتمل على صفر فهذا يعبر عن قيمه موجبه. وإذا كان هذا الموضع يشتمل على واحد فهو يعبر عن قيمة سالبة على سبيل المثال قدامنا ده عندنا القيمة أربعة القيمة أربعة حقيقة هي يعني نحن بنعبر عنها بالطريقة الواضحة أمامنا اللي هي زيرو زيرو ون زيرو 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 ون زيرو نحن نستخدم هذه الطريقة للتعبير عن القيمة 34 القيمه 34 بالتأكيد هي القيمه 32 زائد 2 نلاحظ ان واحد موجود في الخانه التي تعبر عن الاثنين وواحد موجود في الخانه السادسه التي تعبر عن ال 32 لانه القيمه السادسه عباره عن 1 في 2 سي 5 طالما كانت الخانه العليا تجتمع على صفر فهذه تعبر عن قيمه موجبه بينما تمثل تمثل القيمه ناقص 34 على النحو التالي عندنا هنا الخانة العليا مشتملة على واحد بالتالي هذه تعبر عن القيمة السالبة. طيب وضح كيف تمثل القيم التالية على طريقة القيم الثنائية الصحيحة ذات الإشارة 142 100 ناقص 142 ناقص 88 88 دي تكاليف ل تنجز بذات الطريقة اللي وصفناها هذا التمثيل يسمى بطريقة المقدار والإشارة ساين ماجنتيود هذه الطريقة حقيقة بتجابهها مشكله انه الصفر الحقيقي يمكن ان يمثل بصيغتين مختلفتين على النحو التالي نحن اذا طبعا بالتاكيد الصفر يعني العلامه لا قيمه لها ولكن نحن نستطيع ان نعبر عن الصفر بطريقتين لما نشتمل القيمه او الخانه الموجوده في اقصى اليسار اللي هي القامه القيمه الخليه ذات القيمه الاعلى اللي هي اس MSB على واحد هذا يعبر عن صفر واذا اشتملت على صفر ايضا هذا يعبر عن فهذه تعتبر مشكلة المشاكل التي تجابه هذه الطريقة اللي هي طريقة صائم ماغنيتود ولتفادي مثل هذه المشكلة فإننا نلجأ لطريقة مكملات الاثنينات اللي هي توس كومبلمنت التي توضح بالمثال التالي نفترض أنه عندنا القيمة 34 وهي تمثل على النحو التالي طبعا القيمة 34 القيمة موجبة اللي هي 001 0001, 0001 زيرو عشان نمثل هذه القيمه القيمه نمثل القيمه ناقص 34 فاننا نقوم بهذا العمل استنادا على الخطوات التاليه بمثل القيمه مع تجاهل الاشاره الخطوه الاولى الحاجة الثانية بنعمل على إيجاد مكملات المكمل الاثنينات التوث كومبلمنت في خطوتين المكمل الأول بنعمل بأنه نحول الأصفار لأحاد والأحاد لأصفار ثم بعد ذلك نعمل على إضافة واحد لهذا المكمل الناتج حقيقة يعبر عن القيمة السالبة بإشارتها إذا عايزين نطبق الـ 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 هذه الخطوات، نحن طوالي الشيل قدامنا ده والحاجة يعبر عن القيمة 34 بتجاهل الإشارة، بعد ذلك بنلجأ للخطوة الثانية اللي هي نحول فيها الأصفار الآحاد لأصفار والأصفار إلى آحاد زي ما هو واضح قدام نحن عكسنا كل صفر محله واحد، كل واحد محله صفر، دي الثانية، بعد الخطوة التي تلي هي إضافة واحد لهذا الناتج، أضفنا واحد للناتج اللي حصلنا عليه ولنحصل على هذه القيمة طبعا واحد واحد صفر طلعنا بالواحد واحد بعد ذاك واحد 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 صفر واحد واحد كده نحن اكملنا المسألة بتاعة الاضافة الواحد وحصلنا على التوز كومبلمنت الناتج يمثل ناقص 34 بإشارته على النحو التالي هذه القيمة تعبر عن القيمة ناقص 34 زي ما هو واضح قدامنا مما تقدم حقيقة يعني القيمتين 34 وناقص 34 حقيقه تمثلان على النحو التالي، القيمه الموجوده في الجزء الاعلى حقيقه تعبر عن القيمه 34 بينما تعبر القيمه اللي اسفل منها في الجزء الاسفل عن الناقص 34 وده يعني انه نحن عندما نعمل على التحويل او على التعبير عن قيمه سالبه يجب ان نتبع الخطوات التي وصفناها الآن وتحدثنا عنها الآن. آه عندنا هذا التكليف وضح كيف تمثل القيم التاليه على طريقه مكملات الاثنينات اللي هي 88 بلس 88 ناقص 88 142 uh, بالناقص وبالموجب دي اربع قيم عايزين نعمل آه تدريب ل آه يعني التعبير عن هذه القيم بالصوره آه الثنائيه. نوضح عن كل خطوات الاجابه حول القيم التاليه للقيم العشريه المناظره القيمه اللي قدامنا هي 1100 1110 وذلك بافتراض ان القيمة المعنية تمثل قيمة صحيحة دون إشارة وكذا المرة الثانية بانه نعتبر هذه القيمة قيمة صحيحة ذات إشارة، وبالتالي إذا نحن عايزين نعمل على حل هذه المسألة باعتبار أن القيمة المعنية تمثل قيمة صحيحة دون إشارة بنقوم بالعمليات كالمعتاد طبعا بنحول القيمة بالطريقة اللي يمكن وصفناها قبل قليل بانه نعمل على يعني اذا عايزين نشتغل بالطريقه المعتاده نحن طوالي بنشتغل بالخانه الاولى 0 في 2 اس 0 زائد 1 في 2 اس 1 زائد 1 في 2 اس 2 1 في 2 اس 3 يبقى عندنا 2 زائد 4 زائد 8 زائد 64 زائد 128 يبقى القيمه دي بالنسبه لنا هي عباره عن 206 وطبعا زي ما واضح قدامنا هنا من جداول المقابله هذه القيمه نعبر عنها بهذه الكيفيه. باعتبار ان القيمه المعنيه حقيقه تمثل قيمه صحيحه ذات اشاره ده معناها انه هذه القيمه تمثل قيمه سالبه وده معناه لانه الام اس بي الخانه الاعلى او الموضع الاعلى هي بيشتمل على واحد عشان نجيب القيمه الموجبه المناظره ونجاهل كون القيمه سالبه بنعمل على ايجاد مكمل الاثنينات ذلك ان سالب القيمه السالبه يعطينا قيمه موجبه الخطوات التاليه توضح ايجاد المكمل الاول ثم اضافه واحد للوصول الى المكمل الثاني دي المكمل الاول حقيقه جبنا المكمل الاول لانه حولنا الاصفار لاحاد والاحاد لاصفار وبعد ذاك عندنا القيمه الناتجه اللي هي 110010 واحد 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 تعبر عن القيمه دون اشاره واذا عايزين نحول القيمه دي حقيقه الى نظيرتها العشريه بذات الطريقه طوالي بنقول والله هذه القيمه بتساوي 2 زائد 16 زائد 2 او 30 لانه الاحاد عندنا في الخانه الثانيه وفي الخانه الخامسه والخانه السادسه وهذا يعني ان القيمه السالبه هي سالب 50 اذا يعني نستطيع حقيقه ان نعمل على الحصول على القيمه العشريه المناظره للقيمه المعطاه سواء كانت قيمه موجبه او قيمه سالبه التكليف اللي قدامنا هات القيمه العشريه المناظره للقيمه الثنائيه الثالثة تمثل قيم صحيحه ذات اشاره هذه هي قيم بتمثل قيم صحيحه ذات اشاره نحن بنعتمد الاشاره بالوجود الواحد في الخانه العليا الام اس بي اذا كانت مشتمله على واحد فهذه قيمه سالبه والا فانها ستكون قيمه موجبه ان شاء الله نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضره وان شاء الله نواصل ما تبقى من الماده باذن الله تعالى في المحاضره القادمه شكرا جزيلا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته